هقول لحضراتكم على حاجة على الهامش. في فيديوهات كده بتلاقوها بره، جندي أنقذ قطة مثلا والناس مصوراه وحفاوة، وشوف ازاي طلع عشان ينقذ القطة، يا سلام إنسان. وبعدين تلاقي في أمريكا جندي أنقذ مش عارفة زميله من الأسر في فيتنام اللي هم كانوا طالعين أصلا يعني غازيين عليها، ويقولك يا سلام شوف العظمة، وبيحتفوا بده. مش عارفة واحد ممرضة كانت في الحرب عملت ايه، فحفاوة وفيلم. ومستمر الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والدرامي والصحفي والإعلامي عندهم حتى الآن وفي كل دول العالم حفاوة بهذا المشهد اللي بالنسبة لهم حاجة عظيمة. طب الجندي اللي استرد الأرض، والجندي اللي استرد وطن، والجندي اللي استرد حياة وروح، الجندي اللي أعاد لمصر رونقها، الجندي اللي وضع مصر على خريطتها العظمى مرة تانية، هذا الجندي نتوقف عن الاحتفاء به. الجندي المصري في كل صوره، من القائد، من العسكري، من الفرد، أيا كانت، من الناس اللي دعمت في الوقت ده، كل دول في جنود في معركة أكتوبر. حتى الآن بأؤكد أكتوبر لم تقدم كما تستحق، بتقدم في جامعات العالم كله بشكل محترم جدا وراقي جدا، وبيعتز بها القاصي والدني كمعركة عسكرية تم خوضها بجدارة وباستحقاق للجيش المصري. لكن احنا هنا لما نتكلم عنها كتير يقول انتوا عمالين تقولوا مش عارف ايه، انتوا ما وراكوش الا اكتوبر تتكلموا عنها، اصلا انتوا مش عارف بتعملوا كذا او كذا. هو احنا لما بنقول الكلام ده بنقوله من قلبنا، عشان احنا عندنا وطن، وطن وطن بنحبه، وعندنا ارض بنحافظ عليها، وعندنا حلم، وعندنا تاريخ قرينا فيه كويس، وعارفين قيمتنا، وعارفين قيمة الجنسية المصرية. تقول اللي حضرتك تقوله، تشوف اللي حضرتك تشوفه، تتخيل اللي حضرتك تتخيله. ما عنديش أي مشاكل مع أي عقلية شايفة مشكلة تجاه دولة مصر، لكن سيبقى هذا الوطن في قلوبنا. احنا لما بنتكلم ونقول الكلام ده ما بنخرجش من هنا عشان نروح حد يقول لنا والله تسلم ايديكم يا جماعه متشكرين خدوا مرتب الحلقه اهو، لا 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 خالص. انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، متعاقده وبتلقى اجري على هذا التعاقد، وانتهى الموضوع على كده، ما فيش تدخل في اي شيء بقدمه. قلت او لم اقل ما حدش هيقول لي انت ما قلتيش ليه ولا قلتي ايه. انا اعلم انا اقدم ماده ثقافيه اقدمها بانضباط ومسؤوله تماما كرئيس تحرير ومذيع عن هذا المحتوى، لكن انا لما بتكلم عن ده بتكلم من قلبي لان ده وطني، وكل واحد لازم يتكلم من قلبه لان ده وطنه. زعلان بقى من هذا الوطن، مرتاح في هذا الوطن، مبسوط في هذا الوطن، سافر بره وشوف الناس عايشه ازاي، شوف الناس بتتصرف ازاي. وقبل ما تقيم ان وطنك يستحق منك الكلام والتقدير ولا لا، فكر في ان انت من غير هذا الوطن ومن غير هذه الارض ومن غير هذه الكرامه الحقيقيه اللي موجود انت فيها وفي ظلها، احنا لا شيء. اللي بلا وطن بلا شيء، الانسان اللي بلا هويه لا شيء. ما تقوليش ان حد ما عندوش وطن وما عندوش هويه وما عندوش تراث وما عندوش تاريخ وما عندوش انتصار يعتز به، هو كيان، هو لا شيء. انت من غير الوطن لا شيء، انا كذلك وكلنا. دي ثقافتي انا الحقيقيه وثقافتي الشخصيه اللي كبرت وتربيت عليها وقريت فيها وحبيتها وبعتز بيها ولن اغيرها. فعلى هامش هذه الثقافه استطيع ان اتحدث يوما بعد يوم عن انتصار اكتوبر.